اتكلمت فيه في اليمن، في صحفية تبع وكالة رويترز فرنسية اتخطفت من وسط صنعاء مع الفيكسر بتاعها. كانوا بيخطفوا الصحفيين الأجانب مستهدفين علشان خاطر كانوا بيفاوضوا بيهم، إما إخراج سجناء من القاعدة وإما دفع فلوس فدية عشان يشتروا سلاح. فأنا كنت مثلا في اليمن كنت ماشية بنقاب طول الوقت، معايا فيكسر ما بتكلمش أنا طول الوقت خالص غير مع لما أوصل عند المصدر، لأني كنت بلف في كل محافظات اليمن تقريبا، أنا ما بقعدش في مكان واحد بس. يعني أنا ببقى درس عاملة الهوم وورك بتاعي كويس قبل ما أروح أي منطقة، سواء كان بمصادري على الأرض أو بإني أعرف أنا هحمي نفسي إزاي. أنا ما بيبقاش معايا حد بيحميني. يعني آخر مرة كنت في الرقة كان فريق وكالة كبيرة زي روترز جايين معاهم البودي جارد بتاعهم، من يحمونهم فيكسر من المكان وبودي جارد. أنا كنت راحة لوحدي بميزانية صغيرة جدا، ف أنا مطلوب مني أحمي نفسي وأعرف أحمي نفسي إزاي وأتصرف في مكان أنا لسه رايحة جديد، بس بكون درسة ودرسة جغرافيته ودرسة أنا ممكن أتصرف إزاي. ومن ضمن هذه الدراسة، هل أيضا يعني أنت شابة محجبة، يعني تبدو عليك ملامح الشرق الأوسط طبعا بشكل أكيد. واضح يعني، ففي هذه المناطق من النزاعات تقولين إن العمل لا يبدو سهلا بالنسبة لفتاة، ما شكل الصعوبات يعني بشكلك الحالي أو بمظهرك وبطريقتك، لأنه تقريبا ربما يحكم على الصحفي أيضا من مظهره في الوهلة الأولى وليس بمعلوماته، أقصد من الناس. كيف كان يتم التعامل معك كفتاة في هذه الحالة؟ هو في البداية المسؤولين بيتخضوا، صحفية ومصرية وسايبة بلدها وجاية لوحدها من غير طاقم عمل، لأن أنا وان وومن كرو، يعني أنا بصور فيديو وبصور فوتو وبكتب. وفي الحقيقة يعني الجورنال بعد ما اتخطف زميلي المصور قالوا هي بتعرف تتصرف لوحدها وما فيش داعي نودي معها مصور بعد كده.